وكمان جوفيندا خلال تصوير فيلم فقد أعصابه لما اقترب منه صحفي، وقام جوفيندا بصفع الصحفي اللي طبعا رفع عليه دعوى قضائية. سيدهارت مالهوترا فتمكن انه يدخل باب المطار بصعوبة بسبب معجبة الظاهر انها مهووسة به، واللي طلبت منه صورة وهي تبكي وحاولت تحضنه، وبعد فترة تحمل اضطر سيدهارت لا يهرب من هالموقف. وبالمناسبة بما انكم طلبتم فيلم سيدهارت جبار يا جودي راح يتم عرضه يوم الثلاثاء 5 اكتوبر على الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية، والغريب انه نفس المعجبة كانت مرة تانية في المطار، لكن هالمرة كانت في استقبال فارون دهافان اللي كان بصحبة شرادها كابور. وبعد ما تمكن فارون انه يهرب من المعجبة بصعوبة التحق بشرادها. وبالمناسبة شرادها كابور هي نجمة هذا الشهر على ABC بوليود، وراح يتم عرض فيلمها باقي يوم الاثنين 4 اكتوبر على الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية. حتى مقدم البرامج الشهير كابيل شرما تعب السفر خلاه ما يتحمل المصورين واتجه بسرعة نحو سيارته ورحل. وبالمناسبة كابيل بالإضافة لتقديم البرامج دخل عالم بوليود، وعندكم فرصة لمشاهدة أحد أفلامه فيرنجي واللي راح يعرض يوم الجمعة 8 أكتوبر على الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية.